ويبقى نحن في محلية شعرية وفي مدينة شعرية بالتحديد استوعبنا من النازحين حدود 7000 نسمة شكلونا 1300 أسرة. الخدمات بعد 15 أبريل الخدمات تدهورت، الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات العلاجية شبه انعدمت. الآن نحن نعتمد على مواردنا الذاتية في الغذاء ومشاركة أهلنا النازحين معنا في إمكانياتنا البسيطة. نحن نتمنى من المنظمات الخيرية الدولية والإقليمية أن تقدم لنا مساعدات ومساعدات الغذائية والعلاجية والإيوائية. نحن استوعبنا النازحين في كل المؤسسات، المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وفي منازلنا، والحمد لله مستقرين، ونحمد الله على بستر الأمن عندنا في منطقتنا، ونتمنى أنه الأمن يشمل جميع السودان، جميع أنحاء السودان. ونكرر مناشدتنا للمنظمات الدولية والإقليمية أنه تمدنا بالمساعدات الضرورية بالنسبة لحياة الإنسان. طيب بالنسبة لحالات المستشفى مثلا، الناس الأمراض المزمنة، ناس الضغط والسكري والنسابين الحمى، اللي عندهم رعاية ولا ما في؟ موجود الطاقم الطبي موجود، لكن عدم الأدوية، والأدوية خاصة الأدوية المغذى للحياة. ونتمنى أن المنظمات تقدم لنا الأدوية المغذى للحياة، أدوية الضغط والسكري والعلاجات التي تخص النساء الحمل وأمراض الأطفال، وخاصة في موسم الشتاء أطفال يعانون معاناة شديدة من النزلات والالتهابات، ونتمنى ونطلب المساعدات. طيب بالنسبة للتعليم، ما هي مدارس شغالة طبعا؟ التعليم حتى الآن متوقف تماما، فقط من قبل 10 أيام أحد المعلمين افتتح مركز لتعليم اللغة الإنجليزية ما دون الثانوي. يعني بالرسوم يعني والله رسوم عالية في الظرف الحالي، 2500 للطالب أو للتلميذ في الأسبوع، عشان ياخذ جرعات من تعليم اللغة الإنجليزية. يعني احنا طبعا منطقة الشعرية منطقة مشهورة في ولاية الشرق دارفور، ومنطقة يعني سكانها متنوعين، زها كم 30 قبيلة يعيشون في سلام وأمان. بالنسبة للموية عندنا موية متوفر وأمن متوفر، ولذلك النازحين هضروا إلينا من الخرطوم ومن الفاشر ومن نيالة وحتى بعضهم من الجنينة. يعني نحن نطلب من أخواننا في إذاعة دبنجة أنه برضو يناشدوا عبرهم يعكسوا معاناة الإنسان السوداني في إقليم دارفور.